من فترة قليلة كده قريت بوست على الفيسبوك بيتكلم عن إن يعني كمان 20-30 سنة اللي هيبقى متسيد في مصر فئة كانوا أطفال نشأوا في كومباوند، داخل كومباوند بيتعلموا في مدارس انترناشونال بشهادات أجنبية، بيتكلموا اللغات الأجنبية يعني بشكل ممتاز، ولكن لغتهم العربية ضعيفة جدا وعاداتهم المصرية أكثر ضعفا واختلاطهم مع الآخرين أقل. يمكن الكلام ده ما كانش حاصل من خلال 20 أو 30 سنة اللي كان عايش في أحياء راقية، كانت الشوارع مفتوحة مختلطة، ما كانش فيه كمية الشهادات الأجنبية، كان اللي في مدرسة لغات كان عنده لغة ولكنه كان يتعلم العربية ويتقنها، عنده الجغرافيا، عنده التاريخ، عنده الدين، الكلام ده كان مخلي المواضيع أسهل. للأسف بعض الأمهات والأبهات في مجتمعنا بيحاولوا يعززوا ويقوموا من اللغات الأجنبية على حساب لغتنا الأم، المذر تانج أو اللغة العربية، يعني تلاقيهم بيتكلموا مع أولادهم لغة تانية أثناء حواراتهم ونقاشهم، فبالتالي بتكون الموضوع مشكلة وأزمة لطفل فقد لغته الأصلية. يا جماعة مشكلة مصطفى ان انت بتلاقي بقى موضوع تاني، يعني مش فكرة بس انه ام او اب بيتكلم مع اولاده ايا كانت اللغة، انجليزية، فرنش او فرنسي، ايا كان، مش دي القصة. فكرة انت تلاقي بقى الدمج ده، يعني حبيبتي اجيب لك ووتر، تلبسي الشوز، ما تجيب لك ميه وتلبسي الجاز، يعني عادي يعني يا ريت على كده يعني تلاقي دايما انه حتى الميكس ده مش مفهوم يعني، ولكن للاسف فعلا الناس مش بتبقى مدركه قوي للازمه اللي ممكن يسببها الموضوع ده. مهم ان يبقى في لغه تانية وثالثه ورابعه، وعلى قد ما تقدر، لانه في اطفال طبعا مهم في اطفال احنا بنأهلهم ان هم يشتغلوا على فكره في موضوع اللغات طبعًا. ده يعني بس مهم كمان جدا جدا ان هم تبقى اللغه العربيه موجوده وموجوده وقويه كمان عنده. خلينا نروح مع حضراتكم في مناقشه وافيه وكلام كتير جدا عن هذه الاشكاليه. معانا النهارده الدكتوره وسام الخطيب، استشاري الصحه النفسيه والارشاد الاسري. اهلا بحضرتك معنا في صباح الخير. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يعني ما هي العلاقه بين التحدث الانجليزيه او الفرنسيه وايا كانت اللغه بطلاقه وانه الطفل متعلم كويس؟ ايه العلاقه؟ خليني أقول لحضرتك، هو يمكن السبب الرئيسي في التطور السريع اللي أنا بشوفه ساعات غير منطقي. يعني يمكن أنا لما ركزت في المقدمة الهائلة اللي حضراتكم طرحتوها، حضرتك قلت إن كان في زمان موجود مدارس اللغات، صحيح، وكان في فئة كبيرة جدا بتدخل مدارس اللغات، صحيح، في جامعاتنا الحكومية في أقسام للغات وبيخرج منها نماذج مشرفة جدا، ولكن بتشرفنا، كانت الدنيا متوازنة وكانت الشوارع مفتوحة حقيقي. ولكن الفئة اللي ظهرت دي نتيجة إيه؟ نتيجة التكنولوجيا ونتيجة تطبيقات الإنترنت والحركة السريعة والحياة السريعة، للأسف بقينا غصب عن الولاد بيبتدوا إن هم يتطبعوا بفكر الغرب إلى حد ما، لأن أغلبية التطبيقات اللي هم بيتابعوها والألعاب أغلبيتها باللغة الإنجليزية، حتى وإن كانوا لا يجيدوا اللغة الإنجليزية، فئة قليلة جدا ممكن يكونوا لا يجيدوا اللغة الإنجليزية ولكن بيكتسبوا اللغة من خلال التطبيقات دي. لكن المفاجأة أن هم مش بيكتسبوها بشكل صحيح، كتير منهم جدا مجرد بيتكلموا اللغة الإنجليزية مش بشكل صحيح ولكن بشكل دارج. وده فعلا كان في نموذج أنا شفت أحد الأطفال تم استضافته. خليني أقول أن الأم والأب لا يجيدوا اللغة الإنجليزية ولم يعززوا دراسة اللغة الإنجليزية، ولكن هحاول أكون رحيمة وحيادية، جزء من إهمال الأم إن هي تركت الولد عرضة لحتة حديدة بيشوف من خلالها العالم. فابتدى بيعمل إيه؟ كل حياته خلال دوسة زرار، شاشة، من ورا الشاشة بالضبط. فبالتالي ابتدى يفقد هويته، اللغة، وابتدى بعد كده الام ما لاحظتش الموضوع ده غير لما ابتدى الولد يتعرض للتنمر، لان زي ما حضرتك ذكرت مش كل الحياه كومباوندز، هو في مكان بسيط جدا. ما هو الكومباوند هنا مش قصه معيشه او جغرافيا، احنا بنتكلم في ثقافه الكومباوند. احنا بقول زمان كان في احياء راقيه لكن الشوارع كانت مفتوحه، كان في اختلاط او البابل، يعني البابل اللي بيعيشين الفقاعة. برافو عليك. بالظبط. فهي النقطه كلها ان هي يعني ما حاولتش تعزز اللغه، ولكن اللغه الولد اكتسبها بشكل غير صحيح وبطريقة غير مباشر بعيد عن الأهل تماما. والنتيجة أن الولد تعرض للتنمر
وابتدى لما بيحاولوا حتى يودوه لاحد المختصين بيجيله حالات من العصبيه، لان هو بقى بينفصل عن العالم الافتراضي اللي هو عايش فيه. انا هقول لحضرتك حاجه، لو سافرت الخليج وشفت الاطفال بيتكلموا لغات اجنبيه بشكل رائع جدا ولكن لغتهم العربيه قويه طبعاً. ما عندهمش اخطاء لغويه زي اللي بشوفها. لو سافرت المغرب العربي على النقيض بيتكلموا لغه فرنسيه بشكل طليق جدا ولكن اطفالهم ما عندهمش الاخطاء. ليه هنا في جيل في مصر للاسف، طبعا انا مش بتكلم على كل المدارس، انا بتكلم على المدارس الانترناشونال المدارس الاجنبيه، حطتهم في خلال هذه الفقاعه اللي يمكن جمانة لسه بتتكلم عليها. النموذج ده موجود حقيقي، ان احنا شفنا ده ان في اهمال لتعلم اللغه العربيه، ولكن البيت ليه دور زي ما المدرسه ليها دور. بالظبط كده، برافو عليك. لو الاهل هم اختاروا شكل المدرسه اللي اولادهم فيها يبقى هم بالتالي عارفين ان ده شكل الحياه اللي هم عايزينه، او بيخططوا لمستقبل اولادهم بشكل معين مع اهمال اهم حاجه وهي لغه الام. لان ببساطه لو احد الاولاد ده طلع سفير وهيمثل بلده هو مطالب ان هو يتكلم بلغته الام طبعا بجانب اللغات الاخرى. ينفع يبقى عنده اخطاء لغويه يعني ولا كده؟ ما ينفعش طبعا. ولكن في نماذج اخرى ومدارس بتهتم باللغه العربيه وبتهتم بالتربيه الدينيه وبتهتم بالتعليم ده، وبيبقى في دور من الاهل ان بيبقى في دايما تواصل طبعًا. بين معلمين اللغه العربيه، اشوف ابني عنده نقطه ضعف في ايه، ويبقى في برضه تواصل من المدرسه مع الاهل، مطلوب من ابنك 1 2 3. فكره ان احنا عندنا يا دكتور الفكره ان انا ابقى معتزه اصلا باللغه الام بلغتي العربيه، بان انا ابقى مصممه وابقى حريصه ان طبعًا. ابني او بنتي بيعرفوا يتكلموا عربي كويس وبيعرفوا يقروا عربي كويس عشان دي كارثه، وبيعرفوا يكتبوا عشان دي كارثه ثالثه. خليني اقول لحضرتك ان خليني قبل ما ندخل في النقطه دي خلينا نروح نشوف بقى الناس في الشارع قالت ايه يا دكتور، ونرجع نعلق عليهم، لانه كاميرا صباح الخير يا مصر نزلت الشارع وسالت الامهات عن اشكاليه تعلم اللغات الاجنبيه على حساب اللغه العربيه. تعالوا نشوف قالوا ايه لزميلتنا جرمين ابراهيم، ونرجع نكمل كلامنا مع الدكتور. كلام كتير بيوجه للجيل الجديد انه ساب اللغه العربيه وراح للغات تانية، والنهارده في صباح الخير يا مصر حبينا ننزل ونسال الامهات عن رايهم في الكلام ده، وكمان بيعملوا ايه مع اولادهم علشان يحسنوا من لغتهم العربيه. تتكلمي مع اولادك بالعربي ولا بالانجليزي في البيت؟ يعني هو اكتر حاجه بالانجليزي عشان خاطر يعني هي لغه المستقبل وكده، فمهتمين بيها اكتر. اغلبيه الوقت انجليش. لا عربي طبعا، يعني الانجليش ده طبعا بيتعلموه، بس يعني مش هيبقى اسلوب حياتنا اللي هو بنتكلم بيه. بالانجليزي للاسف ما بيتكلموش عربي، يعني عربي دارج زينا كده، لكن كلغه عربيه فصحى لا. احنا مش كل حياتنا هتبقى بالانجليش كده، لا لازم برضو يتعودوا ان هم يتكلموا بالعربي، ده حياه طبيعيه يعني. دلوقتي الجيل الجديد اصلا معتمد ان هو نص كلامه بيبقى بالانجلش طبعا، بس احنا مش يعني انا مش حابه الموضوع ده الصراحه. بالعربي لا، وبدعم ان احنا نتكلم بالعربي، واي حوار اللي بيتكلم انجلش والمجال متاح لكده او محتاج كده اقول لاولادي يتكلموا معاه بالانجلش، لكن غير كده لا بالعربي. ده أساسي، دي لغتنا الأساسية. بتكلم مع أولادي بالعربي في البيت أكتر. كان في فترة بتكلم بالإنجليش، بعد كده لقيت إن أنا عايزة أنمي فيهم اللغة العربية أكتر علشان دي لغة بلدنا، ولغة اللغة العربية لازم نعتز بيها، فبقيت أتكلم عربي أكتر يعني. لا إحنا بنتكلم على الأولاد جزء بالعربي عشان ما ينسوش برضو لغتهم الأم، وفي طبعًا الجزء الإنجليش ده عشان بعد كده الشغل والمدرسة يبقى معانا أحسن لغة، بس طبعًا لا العربي ما بيتنسيش أبدًا. بنتكلم شوية عربي وشوية بالإنجليش، مش كله. يعني في بعض حاجات بنقولها مثلًا أدوات المطبخ، لو الكراريس، لو كتب أو كده ممكن نقولها بالإنجليش، بس في كلام عادي بيبقى بالعربي. بالعربي. ليه بالعربي؟ لغة القرآن ولغة اللي احنا متربين عليها. ليه ولادك يعرفوا حاجة عن النحو والصرف أو قواعد اللغة العربية؟ في المدرسة لا مش قوي برضه، ما لسه عندي أولادي لسه صغيرين. لا لسه ما بدأوش الحاجات دي خالص. يعني ما وصلوش لسه للسن ده، بس أكيد لما يوصلوا له طبعًا هياخدوه، وهذاكره لهم جدًا كمان. القواعد النحو والصرف
على قد المدرسة فقط لا غير. بيعرفوا ودرسوا النحو بس هو بالنسبة لهم صعب شوية يعني، بس بنحاول نتمرن عليه كتير. هو بالنسبة لي النحو عامل زي القواعد، زي الماس قواعد ويحل يعني. أنا حريصة أن أنا أديلهم كل شوية حاجة بسيطة جدا عن النحو علشان هو يفهم إيه الكلام، إيه اللي بيقراه، علشان يقدر بقى يعني واحدة واحدة دخل فيه حب اللغة العربية يعني. لا الولاد بيبقوا كويسين جدا في العربي، كويسين في الصرف، كويسين في النحو، لان المدرسه الصراحه مهتميه جدا باللغه العربيه، ودي حاجه من ابريشيت فيها للمدرسه جدا. لا قواعد اللغه العربيه مش عارفينها زي زمان، دلوقتي بقى الانجليش والجرامر بالفرنش والحاجات دي هم اهم حاجه عندهم، بيتكلموا بيها اكتر وعارفينها اكتر. بالنسبه لموضوع منهج بيدرسوه بيخلصوه خلاص خلصنا. نرحب بحضراتكم مره ثانيه. طبعا اتبعنا اراء الامهات في الشارع عن فكرة الكلام والتحدث مع أولادهم بأي لغة. نرجع مرة تانية لدكتور وسام الخطيب استشاري الإرشاد الأسري. شفتي كلام الستات إزاي دكتور؟ شفته بدرجات متفاوتة. في منهم اللي قالوا المدرسة بتهتم، وفي منهم اللي قالت أنا بهتم إن أنا أعلم ولادي، وفي منهم اللي قالوا إحنا بنمتحن وخلاص. هو ده اللي أنا أقصده، إن إحنا كلنا مختلفين، لكن الأساس فين؟ الأسرة. أنا لازم أعزز اللغة الأم عند أولادي عن طريق إيه؟ مش إنها إجبار. هو مش بيتعلم اللغة بتاعته عشان داخل امتحان الروشيتة بقى، هو بيتعلم إيه؟ عشان نقدر نعمل نحقق المعادلة المتوازنة دي، أولاً إحنا لازم دايماً يبقى عندنا حتة التحفيز. خليني أستند على أحد النظريات الكلاسيكية القديمة للعالم إبراهام ماسلو. هو عمل هرم اسمه هرم الاحتياجات، في قاعدته الحاجات الفسيولوجية زي الأكل والشرب والمسكن والنفس، يلي الحاجة للأمان. الحاجة للأمان دي بتيجي من الأسرة عن طريق الحب غير المشروط، في قمته تقدير الذات، ودايما الحاجة للتشجيع. فده يأكد أن أنا مجرد ما أشجع ولادي على حاجة، لا هم هيقدروا يعملوها، بس إزاي أنا أقدر أوصل لهم ده؟ أولا أنا لازم أنا نفسي أشتغل على نفسي. ما ينفعش أن أنا يبقى عندي نقص في حاجة معينة وأظهره لأولادي، بل بالعكس، لو هم شايفين إن مامتهم أو باباهم مش بيتكلموا عربي كويس، أو بيتعاملوا دايماً بلغة تانية برغم إن هم عارفين مفردات اللغة وقادرين يتكلموا بيها، ما طبيعي الولد حينشأ على نفس الطريقة. ولكن إحنا لو رجعنا بقى للقيم والمثل زمان، لما كنا بنفتح تلفزيون يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة ونتفرج مع بعض على عالم الحيوان ونقعد نسمع مع بعض، كنا بنقدر إن إحنا نقعد نفسر الحيوان ده كذا، مثلا مكانه كذا، بيعيش في اماكن فلانيه في الشتاء. ثقافه واحده والناس كلها واحده. بالظبط بالظبط. النهارده التعدد المنصات والثقافات والسوشيال ميديا الدنيا بقت مفتوحه اكتر كده. يعني الولاد بقى بالنسبه لهم فعلا بيقدروا يوصلوا لاي حاجه اكتر من ابائهم وامهاتهم عن طريق زرار. فهم في تحدي، لكن خلينا نكون منصفين. الاهل دايما الاستثمار الاول والاخير عندهم هم اولادهم، ولكن يمكن محتاجين يعملوا إعادة صياغة لبعض المفاهيم. حتى ولو هو ده المنتشر، أنا يبقى عندي القيم والمثل بتاعتي، إن أنا عارفة أن تعليم اللغات مهم، ولكن قبل تعزيز اللغات الأخرى يجب أن أعزز لغتي الأم. ده بالنسبة للأهل. هعززها إزاي؟ زي ما ذكرت، دايما لازم التشجيع. النهاردة في قصيدة فلانية، طبعا على حسب اختلاف الفئه العمريه. حضرتك لسه كمان ذكر تحفيز القران، وانا اعتقد ده برضه من اهم الحاجات اللي ممكن طبعاً تعمل لسان عربي فصيح. انا عايزه اقول شديد. انا عايزه اقول حاجه وده يعني حقيقي، من يستطيع تعلم اللغه العربيه يستطيع تعلم اي لغه اخرى. دي حقيقه من اصعب اللغات، وهي اعتقد لغه القران كمان يا دكتور. الفكره انه لازم نشيل من دماغنا للاسف، لانه في معتقد كده انا ما اعرفش جالنا منين، انه طول ما الطفل واولياء الامور بيتكلموا انجلش او اي لغه تانية فده معناه ان احنا افضل او ان احنا متعلمين احسن، ملهاش اي علاقه تماما. هي دي استاذ جمانه اللي قلتها لحضرتك، فكره التصنيف ده في حد ذاته بالزبط. بجد ملوش اي علاقه. ده اللي انا ذكرته، اعاده صياغه لبعض المفاهيم لأولياء الأمور قبل الأطفال. ومش شرط، أنا يعتقد يا دكتور اسمحي لي، مش شرط طبعاً أن الأم تكون ضليعة في اللغة العربية ولا الأب، بالعكس خلص. في ساعات أمهات أجنبيات بيبقوا محترمين الفكرة دي وبيجيبوا مدرسين لأولادهم، أو بيعرفوا أيا كان عن طريق إنترنت أو حتى كورسز أو أن هم يعززوا اللغة العربية عند أولادهم لو الأب عربي على سبيل المثال. دي حقيقة، دي حقيقة، وده موجود ومنتشر كمان. إحنا بس مش عايزين نبص على
حتى لو دي الأغلبية، ولكن في جزء موجود ما زال يعزز اللغة العربية وما زال بيشتغل على أولاده. لأن خلينا واقعيين، نفترض، خلينا كده نفترض مع بعض، ما زال بقى يا دكتور أفندم، ما زال بقى مش ما زال، ما زال خلينا منفترض كده مع بعض حاجة. الولاد اللي هم زي ما حضرتك ذكرت إن هم مثلا مش عارفة بيتكلموا إزاي وبيعملوا إيه، في يوم من الأيام هم هيحتاجوا إن هم يحتكوا بالعالم الخارجي بره الدايره اللي هم فيها او الفقاعه اللي هم فيها. هل هيقدر ان هو يتكلم بنفس الطريقه اللي بيتكلم فيها مع المجتمع بتاعه، ولا لازم هيخرج بره الدايره بتاعته فهيتعامل؟ لو وقف الشارع وقال، خليني بقى اقولها بالانجلش، please bring me a bottle of water، هيبصوا له ازاي لو هو ما بيعرفش يتكلم عربي؟ فهي دي الفكره، ان الاهل لو بيعملوا ده هم محتاجين برضه يعلموا ولادهم ازاي يتكلموا علشان حياتهم بعد كده، حياتهم مش هتفضل في المدرسه ولا في حتى الجامعه ولا الدايره بس اللي حواليهم، ممكن يحتكوا بفئات اخرى، والبني ادم السوي هو اللي يقدر يتعامل مع كل الفئات. مشكله يا دكتور انه على النقيض بقى نروح الناحيه الثانيه هتلاقي مصطلحات ثانيه ملهاش اي علاقه لا باللغه العربيه ولا باي لغه اصلا. يعني لو اتكلمنا بقى الناحيه الثانيه خالص هتلاقي الأطفال أحياناً بتقول مصطلحات وبتتكلم بطريقة إحنا بجد مش فاهمينها، هي بتتكلم عربي مش أي لغة تانية، بس إحنا بجد مش فاهمين هما بيقولوا إيه. وللأسف أولياء الأمور بيبقوا واخدين الموضوع ده ضحك وهزار ونخف الدم وإنه عادي، ده اللي موجود على السوشيال ميديا. فبرضو حتى دول مهم كمان يقلبوا ولاده بلغة عربية بالمناسبة. طبعاً لأن ده كلام مكتسب، هو ده كلام أساسه مش موجود زي ما حضرتك ذكرتي، ده مش موجود أصلاً، هو كلام مكتسب ايا كان بقى من وسائل التواصل الاجتماعي من تعاملهم. وبالعكس خليني اقول لك بيتباهوا بده، زي ما بيتباهوا زي ما حضرتك قلتي ان بعض منهم بيتباهوا بتعلم اللغه الانجليزيه بشكل معين، بيتباهوا بالمصطلحات الغير مفهومه دي حسب البيئه المحيطه وحسب الثقافه اللي موجوده. لكن في المطلق مهم جدا انه الطفل يبقى عنده اللغه العربيه لغه الام، اللغه الام دي تكون موجوده عنده، ده مهم متفقة جدا. متفقه معاكي 100%. وانا دايما بقول الطريق الصح ان احنا نعزز اللغه العربيه ومن بعدها يتم تعزيز ان شاء الله 100 لغه. ليه؟ خلينا اقول ان اصلا الطفل يستحسن ان هو اول 3 سنين في عمره يبقى احادي اللغه. احادي اللغه بمعنى ايه؟ ان انا عشان اتجنب فكره عدم النمو المعرفي والنمو اللغوي لازم اركز معاه على لغه واحده. يعني زي ما ذكرت استاذه جمانة وهي بتقول ليه اقول له ابل وهو صغير، ما انا ممكن اقول له تفاح. فانا وبعدين خليني اقول حاجه ان في فروق فرديه كمان بين الاطفال، يعني في بعض منهم بيقدر ان هو يكتسب اللغه الاساسيه بتاعته ويتعلم لغات تانية، في ناس تانية بيأثر عليهم وبيحصل لهم تاخر لغوي وبيتجهوا بعد كده بقى للمختصين في التخاطب والى ما شابه، وده منتشر جدا. صحيح صحيح. على اي حال احنا محتاجين قواعد صارمه علشان نلغي الفرانكو عرب من السوشيال ميديا. الشباب الصغير الجيل اللي طالع اللي ما بيعرفش للاسف يتكلم او بيتكلم عربي لكن ما بيعرفش يكتب عربي او بيعرفش يعبر عن نفسه بشكل او بجمله كلها باللغه العربيه، انا بأشفق عليهم جدا، متعلمين كويس جدا، معاهم لغات، ممكن يشتغلوا في شركات كبيره جدا لما يكبروا، ولكن للاسف الهويه فين؟ بصوا للاطفال في الخليج او في المغرب عندهم اكتر من لغه وبيدرسوا كويس ولكن لغتهم العربيه ما زالت سليمه. كلمتنا عن هذا الامر بالتفصيل الدكتوره وسام الخطيب استشاري الصحه النفسيه والارشاد الاسري، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك.